دكتور حياة. انا دكتور. لاباس حياة؟ لاباس الحمد لله. غادي ندوز لك حياة الدكتور الزويني غيهضر معك مباشرة. انت يمكن لك تسمعينا حياة تهضري في واحد الوضعية مريحة ولا ما يمكنلكش تهضري؟ لا الحمد لله اللهم عليك الحمد شكرا. انا نمشي لك. انت انا تنتمنى بغيت انا ولدي غير يبرالي. ها هو غادي ندوز لك الدكتور الزويني اللي هو المدير العام ديال المستشفى محمد الخامس اللي مشيتي له. ها هو غادي يتكلم معك وسمعي شنو غادي يقول لك حياة. تفضلي دكتور. ما نسمعوا حياه قبل ما نخليوها تكلم مع الدكتور زويني. شنو عندها مزقول؟ حياه شي حاجه اخرى. نعم حكي لنا. حكي لنا حياه شنو درتي هذا الصباح؟ انا مشيت عندهم عيطوا عليا من البارح وباقي النهار كله تعيطوا عليا ومشيت عندهم عيط عليا المدير ديال المستشفى ولا قيل باه حتى عيط عليا وهاد النهار الصباح وتستغرب بقات عيني الدكتور نجم تما حتى جا حتى جيت عنده وقدرت نهضر معاكم وقف معايا بزاف. شافوا وليدك الوليد ديالك واش شافوا الطبيب؟ عطاني رانديفو من دابا 13 شهر 12 قال لي يمكن ولا قرب قبل ندير التاريخ كاع ولدي ديال العمليه. ودابا كنحس بك حياه بحال كتبكي. واش كتبكي من الفرحه؟ كنبكي بالفرحه لحقاش انا ولدي مريض داري بزاف ما تيسمعش عنده اعاقه ذهنيه ما تيسمعش. اختي تنتقاتلو باش نجمع له تنطلبها كان واحد السنين دوك تندور باش يجمعوا لي ندير له السناتات وهاد العمليه اللي كانت مخوفاني ولدي مريض بزاف زعما ماشي يعني طمأنوك دابا طمأنوك الاطباء. دابا تنبكي انا بالفرحه ديالي تنبكي ما نقدش نقول لك الفرحه ديالي قد الفرحه هاد النهار عرفتي ما خليت من نعيط تقول لك راه ولدي غادي يدير العمليه في هذا الشهر هذا. اي والله يسر الله يسر على الحياه.